فتحية كبيرة للدكتور عفاف بنيتو، دكتور اختصاصية في الجهاز العصبي للطفل. غادي نكملوا حديثنا وغادي نروح تتم بطبيعة الحال حول موضوع تأخر المشي عند الأطفال. هذا موضوع إذا كنتوا تذكرتوا معنا كنا تناولناه هذه جوج ديال الأسابيع كنظن ياك دكتور عفاف. أيوة. صباح النور، صباح الخير، الخير والربح، لاباس عليك، صباح التيسير وكل حاجة زوينة. الله يبارك. اش كتعاودي؟ كل شيء بخير الحمد لله. الحمد لله. طيب حبيبتي كيف ما قلنا أكيد نسقنا مع بعضياتنا وزعنا رغبة المستمعين ديالنا، أنا مكنمناش حديثنا في الحلقة اللي كنا برمجنا تأخير المشي عند الأطفال وكثرة المكالمات كانت صراحة ما كملناش المحاور الأساسية باش نعطيو واحد الإطلالة شاملة على شو الخطوات والتدابير وكيفاش نرافقوا وليداتنا اللي كيتأخروا في المشي. تماما. فإن شاء الله اليوم غادي نستقبلوا أيضا المكالمات المستمعين ديالنا على أرقامنا 05 22 30 30 00 أو الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. فأرقامنا راه بسيطة وسهلة ومحفوظة، خصوصا أنا كنذكر بها الناس اللي يلا أول مرة جداد اللي غينضموا لينا وغيتبعوا معنا. أما الناس القدام راهم حافظين تبارك الله عليهم، لا خوف عليهم كيقولوا ياك. فهم نشيطين دائما أنهم كيستمعوا لينا وكيتصلوا بينا. وأكيد غادي نوجه تحية شكر ومحبة خالصة كيف العادة للجنود الخفاء. خويا عبد العزيز كرومي صباح الخير، إن شاء الله غادي تكون يعني مرافقنا توالبت هذا البرنامج. فريق الإعداد أيضا أختي فاطمة زهرة، أيضا إخراج ما شاء الله يعني على مواقع التواصل ديالنا ماريا، وتحية لزينب وكل فريقنا النشيط كنقولوا صباح الخير. مرافقكم وراء الميكروفون صوت سمية اللي كيتمنى لكم كل الخير إن شاء الله، ويا ربي تفرحوني دائما بأخبار سارة على وليداتكم اللي في استعدادات الامتحانات أو اللي دوز الامتحانات الحمد لله وكان الأمور بخير وعلى خير، فنطمئنوا على أخباركم ياك دكتور. تماما، الله يسر الجميع. هادشي اللي كاين. غادي نرجعوا لموضوعنا تأخير المشي، ولكن ما فيها بس ندير واحد تذكير بسيط ياك على أهم الأشياء اللي ذكرنا في الأسبوع اللي فات. ألوغ إلى تأخر المشي خصنا نعرفوا أول حاجة هو بأنه الطفل عنده مراحل خصو يدوز بها باش نقدروا نوصلوا للمشي. دونك المشي ما هو إلا واحد الحصيلة ديال واحد سلسلة ديال التطورات تطرى على العضلات ديال الطفل، على الدماغ ديال الطفل، وعلى العظام ديال الطفل باش نقدروا نوصلوا للمشي. نذكروا بأنه الإنسان هو يعني الجنس الوحيد أو لنقولوا يعني المخلوق الوحيد فوق الأرض اللي تيتمشى، وهذا الشيء يعني تدل بأنه خصنا واحد المهارات اللي تكون يعني طالعة ومركبة باش نقدروا نوصلوا لها. إنما الحمد لله في أغلب الأحيان اللهم لك الحمد الأمور تدوز بسلاسة. بعض المرات كاين أطفال اللي تتعطلوا في المشي، وفي أغلب الأحيان ما تتكونش شي حاجة اللي هي خيبة، كاين بعض المرات اللي تكونوا أمراض لكن في أغلب الأحيان تكون عندنا تأخر بسيط ديال المشي. إذن قلنا بأنه الطفل احنا عارفين في المراحل ديال الحركه ديالو ملي تزاد الوليد تيكون مرخي، دونك تيكون رويه مرخي وتيكون عنده يعني داك الجهد ديال العضلات في اليدين وفي الرجلين تيكون طالع. باش يقد يجلس خصنا داك لو تونوس قلنا بانه خصو يبدا ينقص، يعني داك الجهد اللي كاين عندنا في العضلات على برا ديال اليدين والرجلين ينقص، والجهد اللي تيكون في السلسول يطلع باش غادي يولي هذاك الوليد يجلس. من بعد غادي خصنا دوك العضلات والجهاز العظمي اللي هو نقولوا هو الركيزه هو اللي هاز لينا هذاك الوليد خصو يتقوى باش غادي يقد يهز لينا داك الوزن ديال داك الوليد ويهز لينا ديك الوقفه ديال داك الوليد. دونك كاينين مراحل تنعرفوهم بانه جينيرالمون الوليد تيبدا يقد يشد الجلسه ما بين 5 شهور 6 شهور، تيبدا يحبو فيغ لاج ديال 8 شهور توتان ساشون بانه الحبو ماشي مرحله ضروريه ياك تيبدا يوقف لينا تماما يقد يوقف لينا فيغ لاج ديال يوقف افيك ابوي يعني واقف وشاد في شي حاجه ما بين 9 شهور 10 شهور وتيقد يبدا يرمي لنا الخطوه فيغ 12 شهر. ساشون بانه اخر يعني نقولوا يعني لو ديلي اللي خصنا من يعني ما نفوتوش كيلكو باغ في النورمال بان الوليد يوقف ويرمي لنا الخطوه هو 18 شهر، ما بين 18 شهر وعامين هي المرحله ديال لا ما بين 18 شهر وعامين هي المرحله ديال المراقبه. يعني خصنا الا جا عندنا الوليد فات 18 شهر يعني عام ونص وما تمشى شيء هذيك الساعه خصو ولا بدا نشوف الطبيب، وهذيك الساعه الطبيب مع بزاف ديال الحوايج تيقول واش عندنا تاخر واش نقدو غير نراقبو او لا خصنا نبداو تحاليل ونبداو حوايج نقلبو عليهم. دونك غوسو مودو هادو هما الحوايج اللي كنا قلنا. الا دونك قلنا بانه غادي خصنا يعني مهارات في العضلات ياك قلنا بان خص يكون الجهاز العظمي ديالنا يكون مقاد قلنا بانه خص يكون عندنا حتى التطور ديال الدماغ مقاد ياك. دونك الاشياء اللي تيقدوا يعطيونا مشاكل او لا تاخر ديال المشي هي مشاكل اولا نقولوها يعني قلنا ديال المحيط ديال يعني ديال الجسم ديال التطور ديال الجهاز العظمي والجهاز العضلي بطريقه اللي هي بسيطه. دونك الطفل اللي تيكون عنده نقص في المواد قلنا عليها النقص نوتامون في لا فيتامين سي دي باردون داكوغ تكون عندنا نقص في لا فيتامين دي. بعض المرات تيكونوا عندنا بعض الامراض اللي تيخليو داك المحيط لان الطفل اللي بحال شي نبته بحال تسقيه تكون عندنا
عندنا شي امراض اللي هما ما عندهمش علاقه ولكن تزيدوا يعطلوا لنا الوليد. قلنا مثلا الوليدات اللي تيكون عندهم مشاكل ديال فقر الدم الحاد، قلنا الوليدات اللي مثلا تيكونوا تيمرضوا بزاف وخصهم ولا بدا، يعني بحال دوك الوليدات اللي تيجيهم داك الضيقه ديال الدراري الصغار دونك تيبقاو خصهم ولا بدا السبيطار ايتترا دونك تي صحه على قدهم تيكونوا تيعطلهم دونك تيقدوا يتعطلوا لانه كلشي تيكون ضعيف. وطريقة الولادة مثلا ولا وقت توقيت ولادة الولادات اللي الا كانوا الوليدات اللي هما خداش تيكون عندهم داك لو ديكالاج، ديما داك لو ديكالاج نحسبوه لهم داكور، يعني حتى هو نقدروا نخلو كاين الوليدات اللي تيغاتخابيو رابيدمون، كاين الوليدات اللي تيكون عندهم هذاك لو ديكالاج. اي بي ابري بيان سور كاينين الحوايج اللي هما تنقولوا يعني مرضين اللي تيقيسوا لنا كل جهاز الجهاز العظمي، دونك تيقدروا يكونوا عندنا تشوهات نوتامون تشوهات او نيفو باردون ديال الورك. دونك الوليدات اللي تيكونوا بحال كاين واحد السبب اللي هو شائع اللي هو لا لوكساسيون كونجينيتال ديال لانج، دونك الولد اللي تيكون مفكوك من الحمل دونك تيكون عندنا الوليد اللي تيكون يعني فارسي يعني متقدم بلو سياج جالس في كرش ماما او لا من تيكون عندنا دي غروسيس جيميلير تيكون عندنا توام في الكرش، دونك واحد ما تيكونش شاد الجلسه مقاده 100% دونك تيقدر يكون عندنا داك الورك مفكوك اي بارفو مي مثلا انت مشاكل خلقيه مشاكل لا خلقيه اللي خصنا نعرفوها اللي كل ما عارفين تدخل كل ما كان بكري كل ما تنتفاداو هاد المشاكل هادو في لانستالاسيون. وكيف الوقت ملي كيتزاد الوليد راه كيقلبوا زعما يقدر يبان وي كاين ان بروتوكول اللي تيدار يعني الطبيب يعني من بين الحوايج اللي تنقلبوهم تيتزاد الوليد ومن بعد تنطلبوا اون ايكوغرافي ومن بعد اون راديو في كل في الوقت يعني باش نشوفوا واش عندنا ديك لوكساسيون. بارفوا كاين بعض الحالات اللي تيسلتوا اللي تيدوزوا ما تنشوفوهمش اي دونك لا دائما الا كان عندنا مشكل في يعني تاخر ديال المشي وسورتو الى الفحص تيوري بانه كاين مشكل في يعني في ليك في في, في يعني في, في التوازن ديال الورك، هذيك الساعه تنوجهوا الطفل اننا تنضربوا له تنطلبوا له اون راديو ديال الحوض باش نشوفوا ياك ما كاينش شي مشكل، بارفوا ميم اون ليكوغرافي باش نشوفوا واش كاين شي مشكل. دونك المشاكل العظميه المشاكل العظميه دونك تيقد يكون مشاكل تشوهات كاينين كاينين مشاكل او نيفو ديال الرجل مثلا نقولوا مشاكل عظميه تتكون فيها مشاكل ديال الرجل يعني تكون بحال دابا لو بيبو مثلا البيبو وداك داك الرجيله اللي دايره اللي تكون حتى هي تكون في بلانا. الوغ لو بي بلا نو لو بي بلا واحد السبب اللي افكتيفمون تيسولوني لي بزاف لي بارون حنا جبنا اسئله كثيره على تيقول لك ما كانش فين فين يضغط ولا فين الوغ لو بي بلا لو بي بلا عند لونفون سي توتا في نورمال عادي عادي لانه خصنا داك لو ديك لا فوت يعني داك داك العضلات اللي غادي تخلي ديك الطلعه ديال 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 الرجل لتحت خصنا الوقت باش ديفلوبا اي دو فاسون فيزيولوجيك الطفل تيقد يكون عنده on va dire un pied plat اللي تيكون عنده يعني ميم حتى 10 سنين ما حتى 10 سنين تقد ديك لافوت ما ديفلوباش تقد ما ديفلوباش جينيرالمون اي سو ديفلوب فير لاج ديال 5 سنين 6 سنين تتكون طالعه وتديفلوبا دونك جينيرالمون باش نقولوا بانه عندنا ان بي بلان داكور ان بي بلان يعني مينيموم يعني القدم المسطحه عند الطفل يعني ما عندهاش داك فوالا القدم المسطحه عند الطفل تنشوفوها تنشوفوا بزاف ديال العناصر تنشوفوا اولا واش اولا ما تهضروش عليها قبل لاج ديال 3 سنين ديال الاولى ما تهضروش عليها قبل لاج ديال 3 سنين ما بين 3 سنين و 6 سنين تنبقاو في المراقبه وتنشوفوا وسورتو تنشوفوا العناصر الاخرى كي دايره لا كاليتي ديال المشيه تنشوفوا ايضا واش كاينين شي تشوهات عظميه اللي كاينين لان بارفو جينيرالمون لي زونفون تيكون عندهم لو بي بلان دونك العظيم تيقد يمشي اللوراني ديال ديال لو تالون تيقد يدور وتنشوفوا واش كاين عندنا يعني المشيه مزيانه بارفو حتى جوده المشيه ما كتكونش يعني دغيا كيطيح مسكين الوغ هذيك الساعه ملي تيكون عندنا ان بي بلان مرافق بمشاكل ديال الارتفاع العضلي وهذيك الساعه خصنا نشوفوا حوايج واحد حوايج اخرين داكور هادو الاولياء الامور يفكروا فيها هذا الشق تا هو حيت كاين لو بي بلا تيكون الوليد مثلا عنده عامين عامين ونص يقول لك لا عنده ان بي بلا دونك اون بار با دو بي بلا تا ا بارتير دو 3 ans وتنبقى ما بين 3 سنين و 6 سنين تنديروا المراقبه وتنشوفوا داكور ساشون كو جينيرالمون جينيرالمون يعني التدخلات ما تتكون حتى من بعد 6 سنين بافوا ميم حتى من بعد 10 سنين عاد تنشوفوا طيب المشاكل خليتي العظميه في جهه الورك الساق القدم حتى هي كذلك مسؤوله عن المشي واكيد اي اضطراب ولا اي مشكل راه كيأثر لنا على جوده المشي على جوده المشي تماما هذا هو شق تا هو نتكلموا فيه بالاسئله الكثيره اللي جاونا دكتور مشكور حبيبتي ايضا على حضورك معنا باش نقدروا نكملوا حديثنا هل مثلا بامكاننا احنا كاسر نقدروا نخدموا وليداتنا في تسريع فعل امكانيه المشي عند اطفالنا بمعنى نقدر نعاونو بتمارين نقدر نعاونو بحركات نقدر انا مثلا نشجعو على المشي نقدر انا مثلا نخرجو عكس الطفل اللي كيكون جالس وما كان ما كنهتموش وتنخليو على طبيعته واش كاين اختلاف الوغ هذه النقطه اللي كنا شرنا ليها في الحلقه الماضيه كنا قلنا بانه
احسن حاجه الطفل هو سكون ابل لا موتريسيتي ليبر، يعني تخليه يتحرك ب يعني بحريه داكو. هو داك الوليد اللي كنا فشحال هذيك كنا تنحطوه تنفرشوا له وتنخليوه نقولوا خليه يدركش. دونك مي داك الوليد او نخرجوا معايا نرافقوه زعما واخا مسكين ما بقاتش يتمشى، ولكن كنفرد يعني كنقولوا يعني تنبزز عليه او لا اون لو ستيمول. هادشي كامل داخل في اطار ديال لا ستيمولاسيون. دونك كيف ما خليناه ايجابي سا بيان سور كو ايجابي دون لو سونس او يعني باش نكونوا واضحين الوليد من الاول ملي تخليه يعني على حسب بيان سور لا كاباسيتي ديالو، ما غاديش نجلس وليد اللي عنده 3 شهور لان مازال السلسول ديالو ما وقعدش ياك. دونك غادي نحطو غادي نقد نهزو شي شويه بواحد المخطه اللي غادي تكون طالعه وشاده له الظهير ديالو بيان سور على حسب العمر. هذيك الساعه مي غادي يوصل يبدا يشد ليا الرويس ديالو، هذيك الساعه نقد نبدا نجلس فيه بشويه بشويه. بي ابري مي غادي يبدا يتطلق، غادي يبدا يدور على الجنب ديالو، غادي يبدا يحبو ليا. هذيك الساعه راه يعني تيتبع المراحل ديالو، ولكن يعني غادي يكون كيف ما كان غادي يكون حسن من الوليد اللي غادي نكون دائما يا اما محمله في ظهري يا اما هازه في يدي خايفه عليه يطيح يا اما حاطاه في الكرسي وسورتو مقابله مع التلفازه او لا. هضرنا على هذيك المره اليوبالي اللي قلنا نورمالمون ما خصهاش تبقى دار. الوغ الا بغيت نستيمولي ولدي دونك تنستيمولي دائما بلا موتريسيتي ليبر، دونك تنخليه يتحرك وتنعطيه لي جوي ديالو ولا نبعدهم عليه باش من باش من باش من باش نخليه يدير لي فور. وبيان سور نخرجوا لي زونفون بالطبع ديالهم اي سون كوريو باغيين يكتشفوا باغيين يعرفوا. دونك ملي تنخرجوا تيكون عنده بزاف ديال المعلومات اللي كي دو تريتي، دونك حوايج اللي هما تيثيروا الانتباه ديالو، باغي يقيسها باغي يوصلها باغي غادي تشالنج باي طريقه بانه غادي يحاول يرمي الخطوه او لينا قتلك ويجر. وانت دائما دائما نعقلوا بانه الوليد خصنا دائما ابورديه باللعب بلو جو. كونت اون جو مع لونفون لونفون تي 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 ادير ولا حتى المعلومات يعني كاينين ميم دي زيتود اللي تيقولوا بان المعلومات ال سون تريتي 20% حسن في الدماغ ديال الطفل ملي تندوزوا له عن طريق اللعب على عن طريق التعليم يعني ديال ارمي الخطوه ديالك هنا وهذا سا نمارش با وما كتنساش. تخيلي قريت هذه الدراسه انه كتبقى مخزنه بيان سور لانه جوستمون ملي تنقولوا 20 فوا ميو سا فادير كو الدماغ الاستجابه ديال الدماغ ولي سيركوي اللي غادي تستعملوا فهما تيكونوا اكثر فعاليه وبيان سور التخزين ديال المعلومات تكون اكثر فعاليه وجيد. طيب حبيبتي شكرا جزيلا على حضورك معنا. غادي نذكر بالارقام المسمعين ديالنا اولياء الامور شاركونا. موضوع اكيد اليوم اللي اختاريناه هو تاخير المشي عند الاطفال. قبل ما نوصلوا لتاخير المشي اكيد قلنا مراحل كاينه مهمه مسبقه، كاين نحترموا طبيعه وفيزيولوجيه الاطفال، كل واحد والدم ديالو كل واحد وطبيعته ياك في المود ديالنا، ما خصناش عاوتاني نزربوا على وليداتنا ولا نقارنوا ما بين وليداتنا. فنعطيوهم الكامل الحريه ديال الجسم اكيد مع هذه الامور اللي هنا كنهضروا عليها ضروري جدا. عندك النطق وعندك بطبيعه الحال المشي، ولكن مع المراقبه طبعاً. مراقبه في لما دعت الضروره خصنا ندخلوا، كل ما دخلنا بكري كل ما كان افضل لان النتيجه كتكون احسن بكثير. ارقامنا 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. حاضر معنا مشكوره دكتور بنيتو اللي غادي نحاولوا نكملوا حديثنا كيف قلنا بديناه الاسبوع اللي فات، اختصاصيه في الجهاز العصبي للطفل. وبطبيعه الحال شاركونا التجارب ديالكم انتما للامهات وجدات في هذه الفتره هذه كيفاش تعاملتوا مع وليداتكم. الا تبين انه راه كاين خلل ما اكيد حنا الفحص والطبيب المختص هو اللي غادي يبشر معنا. وقلنا انه ماشي فقط طبيب واحد، كيكون فريق عمل مواكب. ناخذوا فكره اكثر على حول المواكبه ديال الطفل، لانه اولي الامور باغيين يسولوا شنو التخصص كيفاش غادي نتعاملوا، شنو الاول خطوه غنبداو بها، وبطبيعه الحال حتى غادي نمشيو في المراحل العلاج كامله. الوغ شنو ما الخلل اللي غادي يكون ديجا بعدا نحاولوا نحطوا الناس في الصوره. الوغ كاين الوليدات اللي غادي يكونوا غير جالسين يعني ما بقى ليا غير في المرحله ديال الحبو، او لا غادي يكون مثلا يوقف مع السداري ويطيح. دونك عمرو مرمى ليا الخطوه ياك، او لا رمى ليا الخطوه ولكن تيطيح بزاف. يعني نورمالمون حنا تنعرفوا بان الوليد غادي يرمي الخطوه نقولوا كاع حتى العام ونص، ولكن عندك شهر شهرين ثلاث شهور صافي الوليد تيبدا يرمي الخطوه بطريقه اللي هي افيكاس وثابته. مي غادي يبقى داك الوليد يطيح لي بزاف وقد كاع يبدا يترعد مع ديك الخطوه اللي غادي يرمي. وكاين الوليدات اللي تيكونوا تيجروا ديك الرجيله ديالهم، يمكن كاع واحد الجديده اللي تتجر داكوغ. وكاينين بيان سور وليدات اللي تيقدوا يعرجوا دونك تيمشيو يعني بطريقه اللي هي غير متساويه. وكاينين الوليدات اللي تنشوفوا بانه الحطه ديال الرجل ماشي هي هذيك. دونك في هذه الحالات كاملين بيان سور خصنا نراجعوا الطبيب المختص
اللي غادي يقوم بواحد الفحص ديال الطفل كيف ما قلنا غادي واحد الفحص اللي هو شامل غادي يشوف شنو هما كيفاش دازت الولاده وكيف كان الحمل واش لا بريزونطاسيون ديال الوليد واش كان مقبل بالراس ديالو ولا كان وليد اللي هو فارسي واش كانت حمل اللي هو ديال التوائم دونك الولاده كيفاش دازت واش كانت ولاده اللي هي سهله اولا متعسره واش كان هناك يعني مضاعفات من بعد الولاده هادو كلهم عناصر تنشوفوا واش في العائله كاينين حالات ديال يعني ناس او الاطفال اللي عندهم نفس المشكل ديال التاخر ديال المشي ديال الطفل وتنشوفوا واش هاد الوليد هذا احترم يعني المراحل ديال يعني الهزان ديال الراس الدور على الجنبات الجلوس واش حبا واش ما حباش اي وقتاش وقف الى اخره تنشوفوا المراحل وكاينين المراحل اللي هما حركيه وكاينين المراحل اللي هما ديال التطور نقولوا الحسي الحركي دونك تنشوفوا هذاك الوليد واش معانا ولا ما معاناش كيف تنقول يعني واش حاضر واش كاينه لا كوميونيكاسيون بالعين التواصل واش فايق ما فايقش لانه سي تري امبورطون تقدر يفرق لينا ما بين واش عندنا يعني واحد الاصابه اللي هي شامله او لا عندنا اصابه اللي هي غير محدده فقط في لا مارش بيان سور ابري تيولي عندنا مش يعني الفحص ديال الطفل تنشوفوا الجوده ديال العضلات ديالو تنشوفوا العظام ديالو دونك تنشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي تنقدروا نديروا طيب حبيبتي غادي نكملوا حديثنا في هذه النقطه هذه اسمح لي قطعتك قبل ما انا ابل معنا اتصال لمياء من الدار البيضاء ناخذوا سريعا سريعا ومن بعد نكملوا لمياء صباح الخير صباح النور صباح الخير واش على خير حبيبتي تفضلي مرحبا بك الله يخليك بغيت نسول الطبيبة عندي ان بيبي الى سي موا ياك وهو الى ان بو هايبرتونيك يعني تتوقفو تتبيه ما تيطرحش رجلاته ملي كيكون الونجي في الدار ولا راه تيطرح تيلعب نورمال دابا يلتان لو بي تيحاول يدير هذاك لو كروز اورتيس لابوش يعني نورمال لاليتمون دابا راه بديت كنعطيه لا ديفيرتيفيكاسيون شويه باسكو عنده دابا سي موا اي تي جور D'accord. Alors, la palpation, je suis en train de la douche. J'ai l'impression que quand les vertèbres sont en train de c'est normal entre les bébés. Ou là, ils ont pris le gardien ou un La vertèbre est en train de se faire. Oui. Est-ce que vous avez dit que vous بس فهم تندير خديديات راه تيبقى واقف ولكن تيبقى يدير ديك لي فايف ديال بحال غير يجي القدام يطيح القدام فوالا دونك سا في ديغ كو ميزا تكوني مجلسه مازال الظهير تيكون شي شويه مقوس ياك وتيدير لو تري بيي سادير كو تي كاني بلي ديدات اي كما كياخذ الحويجات كيدور على الجنب ديالو فوالا دونك سا سي نورمال لا لانه مادام الظهير اللي هو تيكون باقي مازال مقوس دونك سي نورمال تيبان لك تيجيب لك الله بانه كاينه ديك لا فيرتيبر التحتانيه شويه خارجه الوغ كو نو نورمالمون العمر ديال 6 شهور سي اكسيلون سادير كو الوليد دار لو تريبي دونك تيكاليب لي ديدات ديالو الجلسه راه الي اون تران دو سانستالي نورمالمون ما عندناش نطلبوا من الوليد اننا نوقفوه دابا داكوغ يعني سيتادير كو دابا في هذا العمر ديال 6 شهور ونص ما سي با ان كريتير دو جوجمون الا حطينا الوليد وهز الرجلين ديالو اولا ضرب برجلين ديالو وتعاود تهز داكوغ دونك ما غاديش نقولوا بانه اي لي هايبرتونيك مازال الوقت مازال في سيرفي ديالو قالت لي ديري ليه اون راديو ديال لو باسان باسكو كيجمع رجلاته بزاف ابري تيكون بيان سور تيكون الفحص ديال لو بيدياتر هذيك الساعه شوف الا كانت حنا لا اون ان تران دو تنشوفوا لي زيليمون اللي ذكرتي في يعني في السؤال ديالك يعني بور لو مومون طفل اللي غادي يجلس ودير لو تريبيتي كاليب لي ديدات ديالو وظهير شي شويه مقوس في لاج ديال 6 شهور ونص ويقد يهز الرجيلات ديالو سي با انكيتون ابري بيان سور تيجي الفحص هذيك الساعه تنشوف شنو هما العناصر اللي شافت الطبيبه دونك تقد تكون شافت شي عنصر اللي الا انكيتي وقالت لك دير اون راديو ديال لو باسان ما فيها باس D'accord, c'est pas un... Voilà, on dépiste, c'est un dépistage. حنا كنا قلنا هذا دابا في البرنامج بانه دائما تنحاولوا نقلبوا ياك ما كاينش شي مشكل في الورك ياك ما كاين دونك اون ديبيست ما فيها باس اي كوم سا فوز اي ترانكيل هذاك كل ماكسي كوزي تنجلسوا فيه بزاف واش ماشي مشكل يا با دو بروبليم غير هو نعاود نانسيستي لك موتريسيتي ليبر سي حسن خلي وليدي تحب سورتو ماكسي كوزي سي با سي بيان سور سي تري براتيك اي مزيان الوقيته اللي يمكن لك تتحسي براسك بانك يعني راكي معاه باش راقبيه حاولي تخليه في الحركه يعني لا موتريسيتي ليبر فرشلو خليه ودير له اللعاب ديالو سا ميسكل دو فاسون اللي هي يعني طبيعيه فيزيولوجيه احسن من لو ماكسي كوزي ميرسي بوكو جو زون بري لالا الله يبارك فيك شكرا لك لميا نهارك مبروك حبيبتي طيب سريعا غنمشيو مريم صباح الخير مريم صباح النور صباح الورد مرحبا صباح النور صباح النور لالا بغيت عافاك عندي واحد السؤال عافاك عندي بيتي في لي دابا عندها دي موا المشكل عندها عندها اون كونتروبلازي
سي كونفيرمي جينيتيكمون حيت تطلع عندها جينيتيك. مي بغيت نسولك عندها دابا دي موا مي مازال ما تتفلتش. درت لها اون راديو في الاج دو 3 موا زعما توت نورمال. درت لها اون ايكوغرافي ترانسفونتانيل اون ايكوغرافي ديال الباسون اي لابدومين توت نورمال مي ابارامون دابا عندها دي موا مي مازال ما تتفلتش. داكوغ هي كتحبو كنحطها في الارض كتحبو كتهز بيدياتها كتلعب mais glace mais d'accord. Alors généralement les enfants qui ont une achondroplasie, qui ont un décalage de l'acquisition motrice. D'accord. Donc je ne sais pas où vous avez tenté de faire une kiné ou pas. Là, madame, madame flash une kiné mais des rendez le pédiatre Gatilla il a une petite scoliose. Qui dira واحد la radio ديال le segment ou la radio ديال la rachis. D'accord. Madame درتها ليها غير قلت seulement طونك شفتها مازال تعطلات في الكلاس قلت ياك ما عندها ان اوت بروبليم ولا شي حاجه. لا يفو بون لا كوندروبلازي يفو يفو ديبيستي كيف ما درتي تنشوفوا واش عندنا مشاكل يعني سكون ابل يعني لو سكون ابل لو بيلان ديكستنسيون تنشوفوا واش كاين عندنا شي تشوهات اللي هما مرافقه لهذه الحاله الجينيه. Donc c'est ce que vous avez fait, d'accord? Et tu as le cadre global. Le cadre global des enfants, tu as un décalage au niveau de l'muktasabat l'hissiyah l'harak. Donc tu as un problème au niveau de l'installation, de l'glousse, de l'ukfa, etc. Donc, donc il a une scoliose, vous faites ce que le médecin a dit et vous discutez aussi ce qu'on appelle tadakhul mubkir pour l'aider la petite. Donc ça serait bien de proposer ou de discuter avec le médecin traitant. لا سكوليوز جو نسي با دابا شنو قال لو ميدسان بالضبط لانه الحاله ديال لا كوندروبلازي كل وليد يعني لا سيفيريتي شحال تيكون المشاكل شنو هما المشاكل المرافقه ماشي كلشي تكون عنده اون سكوليوز مي سي با لا سكوليوز كي في سا سي يعني الحاله الجينيه الحاله الجينيه كي فافير كو كاينين عند اطفال اللي تيكون عندهم تاخر يعني هذه حاله اللي تنعرفوها و اون سيمول يعني اون بو بروبوزي لا كيني سا سا بو بروبوزي فو بوفي لو ديسكوتي يعني يمكن لك تناقش هاد الامكانيه هادي مع الطبيب ديالك المعالج. وي حساس من الترويد مريم ممكن حساس من الترويد الحركي بوان تي بيسي قال لي كاين ان كورسي في الدار ولا شي حاجه نو نو سي با سيستيماتيك لو كورسي لا سكوليوز تقد تكون غير بوزيسيونيل تقد تكون غير على كيفاش يجلس الوليد لو دوغري ديال لا سكوليوز لا كيني جوستومون بارفوا تيكون عندنا ارتخاء ديال العضلات اللي هما يعني ديال اللي تيكونوا دايرين بالسلسول دونك غير لا كيني لو رانفورسمون تيقاد لينا ديك لاتيتود سكوليوتيك دونك كاينين عندنا بزاف ديال الحوايج اللي تدخلوا قبل ما تناخذوا القرار دو باسي ديريكتومون لو كورسي داكور باسكو لو كورسي ما تندوزولوش ديريكتومون لانه كو ميم سا ليميت يعني الحركه ديال الطفل. وبالنسبه لا فيتامين دي قلت لك ما عندها امونك دو فيتامين دي كونتيس زعما انت نقول عندها ان بروبليم ا بارتير دو كيلاج لما جلست ا بارتير دو كيلاج يفو تانكيتي. Alors, la vitamine D, normalement, il y a un protocole national de la vitamine D. Alors, normalement, il y a un respect du protocole de la vitamine D, mais il y a des carences, en tout cas, de l'apport. Maintenant, il y a des problèmes de le métabolisme de la vitamine D. Mais sans qu'on ne sait pas, il y a un âge, il y a un âge, il y a un âge, donc il y a un âge, bien sûr, sans qu'on ne sait pas. On va voir le test de la vitamine D, on va voir une carence, on va voir une carence. Donc, كيما قلنا مريم تيكون عندنا بزاف ديال العناصر كي نوز اوريونت سي عندنا هاد ليتا ديال هاد لونفون هادي إلى اكسبليكي جينيتيكمون دونك عندها لا كوندروبلازي اون لو سي ما عندناش شي سبب واحد اخر. D'accord. Il faut voir les apports. Tiens, je vous fais les apports aussi. Tiens, je vous fais où est-ce que le bénit a été dans le programme national d'immunisation, ben, on a reçu la dose de vitamine D. Où est-ce que ça a été là? Donc, le cas de l'exercice de faire la vitamine D, là, normalement, mais tu connais un souci avec l'âge de Amin. D'accord. Et là, je finis bien. Où est-ce que le bénit a été mis à tour? Chez, par laquelle il y a, la condition génétique, dit la tête se mêle. هذيك الساعه تنشوفوا واش كاينين شي عناصر واحد اخرين اسكو هاد البنيته هادي واخا عطيناها لا فيتامين دي بالطريقه اللي هي مناسبه واش استفدت منها ولا ما استفدتش شي منها وكالكا هذيك الساعه لو ميدسان يل فا دوموندي لو دوزاج ديال لا فيتامين دي افيك دوتغ دوزاج بيان سور تقدر يكون عندنا ميم مشكل ديال فقر الدم ايتترا اللي تيخلي لو ديكالاج. داكور اوكون زعما فوتي سانكيتي لا مانكلتاتش ولا هذا ديجا ديجا 10 mois. Déjà d'abord à chaque jour, Benita Mazal m'a dit ça,
دونك لا يفو كو ميم سو يعني تيغي لا سوني دالارم خصنا نشوفو شنو كاين دونك جو بونس الميديسان ديالها ديجا يل فو فوار لا سكوليوز يل فو فوار شنو كاين واش كاين شي مشكل ديال لا ستابيليتي ديال العظام ديالها اي تو مي تنفضل ابري اون فوا هاد لي كوز هادو اليميني ديسكوتي افيك لو ميديسان ديالك التدخل المبكر نوتامون اون كيني داكور بور ليدي داكور شكرا عليك بليزير على الله يسر شكرا لك مريم حبيبتي الله يطمنك عليها ان شاء الله وسلامي الاولى الامور ابا وامهات مرحبا بك دكتور بنتوم جديد اختصاصيه في الجهاز العصبي للطفل تنتكلموا على مرحله تاخير المشي عند وليداتنا امتى نبداو نخافوا نقلقوا خصنا ضروري نواكبوا نمشيو ندقوا على الاختصاص كيف ما مريم تاهي سولات امتى خصني ندخل واش من دابا ولا باقي الحال فاغلبيه الاولياء الامور كيطرحوا نفس الاسئله دكتور طيب كنا توقفنا هنا يعني في التدخل ديال امتى غادي نبداو قلتي لي اول حاجه نعرفوا بعدا شنو المسبب يعني بيان سور بيان سور دونك كما قلنا الفحص السريري هو يعني واحد المرحله اللي هي مهمه جدا للتشخيص اللي تخلينا تنقولوا واش عندنا فقط حاله ديال المشكل ديال التاخر ديال المشي او لا عندنا حاله اللي داخله في اطار اللي هو كبر داكوغ دونك قلنا تنفحصوا العضلات ديال الطفل تنفحصوا واش كاين عندنا تشوهات في العظام تنشوفوا لا ستابيليتي تنشوفوا واش هذاك الورك مقاد ولا ما مقادش تنشوفوا لو غاشيس واش عندنا كيف ما قالت مريم واش عندنا مشكل ديال سكوليوز ولا ما عندناش سكوليوز تنشوفوا يعني واش كاين عندنا تشوهات او نيفو ديال العظام بارفو تيكون عندنا واحد العظم اللي زايد بارفو تيكون عظيمات اللي هما دايرين دونك تنشوفوا الجهد ديال العضلات كيف داير واش بارفو تيكون عندنا لوليه تتقيسو داير بحال بونج كله مرخي داكوغ تنشوفوا واش كاين الجهد ديال العضله يعني اكثر من داكشي اللي خصو يكون بارفو تنقيسو ان مومبر يعني اليد ولا الرجل تلقاها مشكرفه اليد الاخرى مطلوقه دونك هادو كلهم حوايج اللي لو ميدسان يل فاشي تنشوفوا اوسي واش كاينين دوطخ سامبتوم يعني واش هاد الوليد هادو عنده بقع في الجلد واش عنده يعني الكبده منفوخه واش يعني سي ان اكزامين اللي هو كومبلكس نشوفوا الدوره ديال الراس الصغيره واش ماشي صغيره دونك على فان ديال هذا الفحص هذا تيقول الطبيب واخا اوكي سوا جو سوي اوريونتي باردون فيغ يعني حاله اللي هي ايزولي ديال تاخر ديال المشي او لا عندي مشكل اللي هو اكثر من هكا وعلى حسب شنو كيكون كثير ما تنشوفوا كل شيء حاله بحاله تنشوفوا كل شيء ما نقولكش مي ce que je peux vous dire c'est que في اغلبيه الاحيان تيكون عندنا حالات اللي هما ديال التاخر البسيط ديال المشي دونك تيكون الوليد الحمد لله مزيان اي انما تيكون عندنا ان ديكالاج في المشي ديالو داكوغ دونك تنديروا هذا الفحص ديالنا فيغ لا فا هذيك الساعه الطبيب تيقرر تيقول سوا هذا الوليد هذا الحمد لله ما عنده والو يعني كيف ما قلت مع مريم خدا البروغرام ديالو دونك لا فيتامين ديالو تخات في الوقت الطول ديالو زوين كلشي مزيان الهضره ديالو مزيان التواصل ديالو مزيان الدوره ديال الراس ديالو مزيانه يعني تيوقف مزيان الجهد ديال العضلات مزيان كان تيتحط قدام التلفازه ولا كان تيتحط في اليوبالا ولا كان واخا اوكي نصبروا عليه شي شويه اون فا لو ستيمولي تنقولوا لي بارون فو لو ستيمولي اون موتريسيتي ليبر ولا على حسب الحالات تنقدروا نطلبوا يعني حصص ديال الترويض الطبي باش يقد هاد الطفل هذا يعني ديبلوكي دوك لي زيتاب ديال لو ديفلوبمون ديالو اي بي ابخي اون لو ريكونترول بعض المرات فاش يكون عندنا الحاله ديال الطفل اللي تنشوفوا بانه كاين حوايج اللي هما مرافقه اولا تعطل لينا بزاف هذيك الساعه راه تنطلبوا فحوصات ديال العضلات اولا ديال الورك او لا ميم بعض المرات تنقدروا نوصلوا للحوايج اللي هما تري تري بوسي باش نقدروا نشوفوا واش هاد الحاله هادي مرافقه يعني داخله في اطار اللي هو كبر من المشكل ديال المشي. طيب دكتور شرتي في العلاجات اكيد اهميه الترويض الطبي حنا غادي نهضروا ديال التدخل ديال الترويض الطبي شنو الحالات اللي كيقدروا يساعدوا ويعاونوا فيها الترويض الطبي؟ صراحه الترويض الطبي تيعاوننا بزاف يعني فريمون واحد الركيزه من لا بريزون شارج يعني تي ديبلوكي لنا بعدا لي زيتاب ديال لو ديفلوبمون يعني كيفاش حيت كيما قلنا بحال واحد السنسله يعني باش نقدر نجلس من يعني من نهز الرويس ديالي وندور ومن بعد ابخي نبدا نشد الراس ديالي باش نقدر نوقف نجلس ونحط ليديدات ديالي باش نكالي ومن بعد باش نقدر نبدا نحبو باش نشد هادو كلهم تسلسل ولكن تتعاوننا ديجا بعدا باش نقدروا نرجعوا هذاك التسلسل ديال الحركه وبيان سور الا كان عندنا عضو اللي هو كيف ما قلنا مشكرف او عندنا واحد الجهد اللي هو ما مزيانش في واحد العضله مقارنه مع العضله الاخرى هاد الشيء كاع كامل تيخلي لاكيني انه زاد فريمون يعني هي من الحوايج اللي تنطلبوها في الاول في التدخل المبكر عند الطفل بيان سور الى احتاجينا باننا نطلبوا فحوصات نوتامون كيف ما مع الحاله ديال مريم ديال لا فيتامين دي بعد المرات نطلبوا فحوصات ديال العضلات باش نشوفوا واش هاد العضله هادي الجوده ديالها مزيانه ياك ما هاد العضله هادي يعني تدقدق غير هي بوحديتها سكون ابيلي سي بيكا يعني
هذيك الساعة إلا كان عندنا قلنا النقص ديال الحديد أوسي يبو دوني هاد المشاكل هادو. دونك هذيك الساعة تنشوفو إلا كان خصنا ندير واحد العلاج نقدو نعطيو علاج اللي هو تتشرب. طيب دكتور واحد النقطة صراحة شار لها زميلي مشكور لأن هذا هو الحب ديال التعاون مزيان واحد يتعاوني لبنت له شي فكرة يقولها لينا. خويا الغالي قال لي فكرة ديال القماط في الصغر كتعرفي ان هاد الفكره باقا ثقافه ديالنا وارده عند بعض الاسر كيديروها وتيقول لك الطفل ما خصوش يبقى مرخي ولا خصو يتجمع وبالتالي كيعطينا ديك يا اما التكريفه ديك اللي كيبقى مسكين ديما مقمط وديما مجموع ولا ديما تيبقى مرخي. واش هاد الفكره القماط يقدر يعاون مثلا وليدات اللي دازوهم القماط يقدر يساعدهم في انه العضلات كتكون مجموعه ما كيبقاش مرخي كيقدر يتسارع في عمليه الجلوس في المشي في الحركات ولا ما كيفيد ما كيغني ما والو؟ لا اللي ما يوتاج هو واحد الحاجه اللي هي عندنا في الموروث الثقافي ماشي غير حنا في الموروث الثقافي العالمي كاين وكنت اللي كيفهموا صراحه اي كونت يل ميميتي دار بطريقه اللي هي مزيانه راها مفيده للطفل. الو ماشي مفيده للطفل دون لو سونس دير كو ما غاديش نجيو نقارنوا الطفل اللي دار له حتى عندنا شائعه هذه القضيه هذه تنقولوا بانه ما قمطتينيش ما قمطتيش طلعت مرخي تقول لك انا مرخي ما قمطتينيش ياك او فيت لي مايوتاج تي سورتو في داك الشهير الاول تيعاون تيعاود يحط داك لو بيبي في لا بوزيسيون بحال كي كان في الكرش ديال ماما سا لو راسور ديجا بعدا هو تتحطي له داك لي ديدات ديالو مع دوك الرجيلات وتتقمطيه دونك سا لو راسور بعدا هو الي كالم دايور كيطمئن لي زونفون اللي تيكونوا مقمطين تيكونوا بوكو بلو كالم كو لي زونفون اللي ما تيكونوش مقمطين هذه يعني تتعاونهم سا راسور لونفون بيان سور كاينين دي زونفون اللي تيكونوا ديجا هايبرتونيك او لا تيكونوا من الاول يعني ما تيتقبلوش دي بيبي دي بوتي دي نوفو ني ما تيتقبلوش تدير لهم القماط صافي بحال قتلتيهم دونك تيخرجوا يديهم ايتو كاينين هاد الوليدات هادو كاينين دي بيبي اللي تيكونوا هايبرتونيك مي تقماط سا ريبرون ديك لا بوزيسيون ديال لو بيبي دونك سي تري تري راسورون مي بور دير بانه تل هاد لو بوان ديال انه عندنا اون بوبولاسيون اللي تقمطات واللي غاده يعني حسن اوتوماتيكمون حسن من لي زوتر اون فا با اريفي لهاد لو بوان هادو كاينين وليدات اللي ما تيتقمطوش وبخير والحمد لله داكور دونك دابا حتى القمط ولا حتى هو القمط رجع كان لقيتها كان الناس تيقول لك لا هذا تخلف ايتترا الدري خليه يتلقي يدو يتلقى رجلو دابا نو القمط رجع انا بصراحه لا ولا تا براتيك ما بقاش داك الشدي والولد الوغ وي فيكسيمون كاينين القمط مودير كيجمعوا طوروا الناس في هاد القضيه هذه حيت بين قوسين صراحه سؤال مهم وانا حبيت حوليك هكذا باش الثقافه وكذلك الوعي يعم كامل المستمعين ديالنا اللي كيتبوا معنا. ارقامنا للتواصل مع دكتور مشكور حبيبتي على حضورك معنا دائما من جديد اخصائي في الجهاز العصبي للطفل دكتور بنتو تحيه كبيره. اليوم تنتكلموا على تاخير المشي عند وليداتنا الى شكيتوا او كان احتمال او مثلا غير مازال كترقبوا باقي ما خدتوش الفكره ديال التشخيص باقي كتسولوا اش من تخصص كيفاش غنبداو. ارقامنا 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. مرحبا بالاسئله ديالكم. امتى دكتور نبداو نلمسوا الاستجابه افتراضا انه بدينا هاد العلاجات بدينا الحصص الترويض شفنا الطبيب وعلى ارض الواقع امتى الطفل غيبدا يتحسن وبدا يعطينا الثمار ديال امتى تكون عندنا تاخر بسيط بصراحه اون فوا تيبدا لا كيني بافوا ميم يعني شحال مره طرات لي انا تيجيو الاباء تيفحصوا تنديروا الفحص يعني وتنقولوا بانه بيان سو عندنا حنا في حاله ديال التاخر البسيط على حساب بعض المرات تنقد نوجههم للترويض بارفو تنقول لهم اون فا ريكونترولي فو ريفني دون ان موا وجينيرالمون تيقول لك السيمانه اللي من بعد فاش مشينا راه الوليد بدا يتمشى داكور دونك تيكون عندنا ان ديبلوكاج دونك جينيرالمون تيكون عندنا تاخر اللي هو بسيط الديبلوكاج يطرى لنا بالزربه très très rapidement on le voit يعني تيبان او بو ديال واحد 10 ديال الحصص الوليد تنلمسوا كاينه شي حاجه واحد النتيجه ملموسه. في الحالات الاخرى تيكون تاخر يعني واخا تنديروا تيكون تحسن ولكن داكشي غادي ببطء جدا ديك الساعه بيان سور تنعاودوا نتسائلوا تنعاودوا نتقلبوا على حوايج واحد اخرين تنقدوا لونسيو لا باتري ديال لي تيست اللي خصهم يداروا ديال الاسباب اللي هما متعدده ديال التاخر ديال المشي عند الطفل. طيب حبيبتي غادي نمشيو للستوندار معنا كوثر من كازا ناخذ اتصال ديالها. كوثر صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. صباح النور وعليكم السلام حبيبتي. لاباس عليكم بخير؟ الله يبارك فيك. الحمد لله تفضلي. مرحبا. الحمد لله شكرا بزاف. عافاك دكتوره بغيت نسولك انا عندي الحنيه ديالي دابا عندها اليوم غتدخل دي موا يعني كلاتنا في موا البارح اليوم دي موا ومازال ما كتحبيش وما كتمشاش يعني ما كتحبيش كاع بالمره وكتحاول انها تشد ليا في رجليا وتحاول انها تنوض مش هاد المسألة عادية أنها ما تحبيش جات سنينات ما باقي ما يلاه بداو كيبانو
داكوغ. الوغ كاين القضيه ديال خرج سنان تعطل في المشي. هذه فهمتي نو ماشي ولا بالضبط ماشي ولا بالضبط. هذه وحده. ثاني حاجه الوغ هذه البنيته هذه جلست على شحال؟ 5 mois. اسمح لي لالا لك 5 mois جلست. 5 mois تبارك الله جلست شدات لك الجلسه ايتو دابا تتكون ناعسه وتتجلس لك ياك؟ لا 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 كنفكر نشد انا من وداتهم نوضه. داكوغ حتى دابا مازال كنجلسها انا لا مازال ما كتجلس غير كنحطها انا كتجلس عادي من 5 mois. اما لحد الان ضروري تنشد من وداتهم نوضه باش تجلس. داكوغ ما كتجلسش بوحديتها ولكن غير كدور. تدور تدور على جنباتها تدركش كامله؟ كدور على جنباتها بجوج وكتقدر كدور بدوره كاع. تدور كدير واحد الساعات الان. داكوغ. وهاد البنيته هادي كيفاش دايره لها انت؟ تتحطيها في الغلاكس بزاف تتخليها تحرك بوحديتها؟ لا كنخليها غير بوحدها كندرك لها المشايه ولكن قالوا لي صعيبه على حياتها. اه فوقاش درتي لها المشايه؟ درتها لها على 7 mois. على 7 mois وشحال خليتيها لهاد الوقت؟ لا ماشي بزاف خليتها لها تقريبا شي شي 3 jours بحال هكا 5 jours فين حياتها قالوا لي صعيبه على حياتها. داكوغ اوكي. الوغ باش نرجعوا للسؤال ديالك مدام، بالنسبه للحبوب قلنا بانه الحبوب ماشي حاجه اللي هي ضروريه. داكوغ. بالنسبه لو فات بانه البنيته دابا عندنا 10 شهور مي ما تتقدش تجلس يعني تتكون ناعسه وتجلس، لا كاين ام تي سوسي نورمالمون بما انه البنيته تتقبض من عندك تتشد من عندك يديها تتخدمهم مزيان؟ لا كتخدم يديها مزيان تبارك الله. داكوغ. كلشي عندها مزيان يعني عندها الحركه حركيه بزاف غير هي جلس ما كتجلسش وما كتشويش. لا قلتي لي جلست تجلس ما تجلسش ما تدوش شي من نعاس الجلوس. تنشدها بايدها تنشدها انا بايدها ماشي تلقائيا من نفسها. داكوغ اوكي. كنجلسها انا. واخا. النعاس ملي تكوني منعسه باش تجلسيها تتخليها شي شويه مهزوزه؟ الا خليتيها مهزوزه شي شويه تتقد تجلس؟ تتقد تعاون راسها وتجلس؟ ما جربتش الصراحه. شوف الله يعطيك الصبر، دونك حاول ما تخليهاش جالسة كما تنقولوا بالعربية يعني كاملة تنقولوا على عين كفاها، ما تخليهاش جالسة كاملة يعني ما تخليهاش ناعسة بلوتو كاملة مسرحة، مي حاول ديجا تبدا تطلعها شي شوية بالمخدة وخليها يعني دير لها أن أوبجي اللي هو مقابل معها وخليها دير ليفور أنها تجلس. داكوغ. اي بي ابخي الا شتي بانه سا نو مارش با من الأحسن مدام الله يجازيك بخير الفحص عند الطبيب ديالك بوغ كي بيس ليكزاميني حيت سي با نورمال. داكوغ. الوليد اللي عنده الجهد انه يدور ومازال حد الان ما تيكاليش باش غادي يجلس يفو يعني يفو سوبوزي خص الواحد يطرح على راسو دي كيستيون. دونك ديجا ستيموليها كوم سا ما تخليهاش دائما ناعسه على نورمالمون فهاد العمر هذا لونفون خصنا فريمون نكونو يعني لا بليبار دو طون جالس. اي بوغ ليدي بدا ان بلون اللي هو انكليني بدا بشي مخده اللي هي طالعه وحاولي تعطيها ان اوبجي باش تمدلو بوغ موسكلي هذاك داك العضلات اللي غادي يعاونوها بانها تجلس. داكوغ. اوكي ميرسي. سي سا نو مارش با سي سا نو مارش با مدام الا شتيها ما استجبتش رابيدمون سادير او بو ديال واحد 10 15 جور الله يخليك فو فات ليكزامان مع لو ميدسان ديالك بوغ كي بيس باش يقد يشوف الفحوصات ديالو ايتو. داكوغ. اوكي ميرسي. دابا غير واحد اخذ نمشي على شحال لاج باش كتمشي؟ الوغ قلنا الوليدات تيتمشاو ابتداء كاينين وليدات اللي من ابتداء من لاج ديال عام 12 شهر تيكونوا تيتمشاو كاين ميم اللي 10 شهور تيبدا يتمشى و تنمشيو حتى العام ونص يعني هذه هي الانترفال نورمال. اوكي دكتور شكرا بزاف. مرحبا لالا افيك بليزير. شكرا لك كوثر حبيبتي هذا واجب. شكرا لك. احنا هدفنا ونطمنوكم ونوعيو يعني الا كان شي استشاره مسبقه نكون فيها افضل ان الواحد ينتبه على الاقل. طيب سريعا غنمشيو للرباط معنا اتصال حسين. السلام عليكم سي حسين. قطع اتصال. طيب مع ديره من الحسين نعاود نذكر بارقام ستاندار مستمعينا الا بغيتوا تتواصلوا مع دكتور ديالنا بنيتو. مشكور حبيبتي على حضورك معنا من جديد. نذكر تخصص اختصاصي في الجهاز العصبي للطفل واليوم حديثنا عن تاخير المشي عند وليداتنا. امتى خصنا نبداو نتسالوا امتى خصنا نمشيو نبادروا نشخصوا وحنا غاديين في سبل اكيد العلاج والامور اللي خصنا نواكبوها مع وليداتنا. تفضل حبيبتي نكملوا حديثنا. الوغ كنا قلنا بانه الوليد يعني اون فوا ابخي يعني فرقنا ما بين التاخر اللي هو بسيط ديال المشي وقلنا بانه عند الاطفال اللي تيكونوا كاين عندهم مشاكل هذيك الساعه تيكون التدخل اللي تيكون بارفوا ملتي ديسيبلينير سادير كو تنقدو يعني تيكون ترويد مي اوسي تنحتاجوا الطبيب ديال العظم الا احتاجينا باش نشوفوا واش كاين عندنا مشاكل او نيفو ديال التشوه ديال العظام وتنقدو نطلبوا حوايج واحد اخرين منهم فحوصات ديال العضلات منهم حوايج اللي هما ناقصين في الدم نقدروا نطلبوا نوصلوا حتى ليغام نقدروا حوايج اللي ديكوز جينيتيك يعني مشاكل اللي هما وراثيين.
وباش يخليونا نحطو التشخيص. دونك التشخيصات اللي من غير هذا المشكل هذا ديال التاخر اللي هو بسيط في المشي، يعني كاينين حوايج، كاينين امراض اللي هما شائعين عند الاطفال اللي تقدروا يعطيونا هذا المشكل هذا ديال التاخر ديال المشي. الوغ في لي كارونس كاين عندنا المشكل ديال لو راشيتيزم ديال الكساح، ياك الكساح اللي تعطينا مشاكل او نيفو ديال العظام. دونك كما قلنا الدعامه العظميه ما تكونش مزيانه ودونك تعطينا تاخر في المشي، وهذيك الساعه بيان سور تلقاو دي تو ديال لا فيتامين دي والكالسيوم اللي هما اللي هما طايحين بزاف. وهذيك الساعه يعني كاين علاج بالنسبه للكساح، مي خص التدخل مبكر قبل ما تيكونوا دوك العظام، لانهم تيكون عندنا الكساح صافا دير كل جوده ديال العظم ديال العظم ما تكونش مزيانه. دونك العظم تيكون كما نقولوا كما قلت اعوجاج، يعني تيكون هش تيتلوى الولي تيتزاد في الوزن. دونك تيكون عندنا اعوجاجات اللي هما تيطرحوا لنا مشاكل. تيكون عندنا المشاكل اللي هما اورثوبيديك، دونك كما يعني تشوهات او نيفو ديال 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 لي زارتيكولاسيون ديال المفاصل، وايضا او نيفو ديال العظام. دونك تشوف بانه سواء ان بي اللي هو داير، دونك الولي تيتمشى الرجيله ديالو تدور. بارفوا تيكون عندنا دي شوز اللي هما نيجليجي ما شفناهم شي تا كبر الولي، يعني من لا بيريود ديال الزياده. هذيك الساعه بيان سور تنستشروا مع الطبيب ديال العظام. وكاينين حوايج اللي هما بيورمون نورولوجيك او لا نوروموسكولير، يعني عصبيه عضليه او وميم بارفوا شامله. دونك تيكون حتى الدماغ فيه 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 يعني مشاكل. من ابرز يعني المشاكل هما الحوايج اللي تيكون الوليد اللي ما طلعلو شيء، تنقولوها الاكسجين في الدماغ في الولاده. دونك تيكون نقدروا نكونوا داخلين في الاطار ديال الشلل الدماغي. فهذوك الوليدات في الاول تيقدروا يكونوا عاديين ما تيبان لنا والو، ولكن من بعد تيبدا يبان لنا بانه الوقيته اللي بدا تيحبو تيقدر يجر لنا واحد الرجيله، ولا ميم تيوقفوا تيوقفوا ابخي تيبدا يا اما واحد الرجيله. ولكن كيحاولوا على الاقل بدا يتمشاو. لا على حساب على حساب الدرجه ديال الاصابه. كاينين وليدات اللي ما غاديش كاع نهائيا غادي يتحركوا، كاينين وليدات اللي غادي يبداو يوقفوا، ولكن غادي يكون واحد اللي دار جارينا اللور واحد الرجيله جارينا اللور. هذيك الساعه خص بيان سور حوايج واحد اخرى. طيب رجع معنا سي حسين من رباط، نمشيو سريعا ناخذوا الاتصال ديالو ومن بعد نكملوا. سي حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي، الله يبارك فيك. الحمد لله، تفضل. الحمد لله دكتور. بغيت نسال عليك انت والدكتوره على انا عندي واحد البيتا عندها عامين وخمس شهور مازال ما تتمشاش. هاد البنيته هادي تتهضر معاك تتواصل معاك عاديه؟ تتواصل معنا عاديه ولكن مازال ما تهضرش مزيان. داكوغ واخا. وكنتي فحصتي شتي شي طبيب فحصها ولا شي حاجه ولا مازال؟ شفت الطبيب ولكن ما شفتو الله اعلم في الشهر ثلاثه. اييه دونك عاد قريب ياك. ما قلت لنا والو، قالت لي صبروا شويه وصافي. لا ما تنفضلش تصبروا. لا من الاحسن تشوفوا الطبيب واحد اخر، من الاحسن الا كان لا غير الى النصيحه اللي بغيت نقول لها غير بغيت الطبيب اللي غنشوف معاه فهمتي. من الاحسن اخصائي في الجهاز العصبي للطفل. اخصائي في الجهاز العصبي للطفل نوروبيدياتر. شكرا اختي. مرحبا. الله يسر. شكرا جزيلا. مرحبا كاع فاسي حسين، هذا واجب. مرحبا. طيب سلامنا المستمعين اولياء الامور اباء وامهات، تحيه كبيره لكم. ارقامنا 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. طيب حبيبتي شنو من بين الامور اللي نبغيو نركزوا عليها كثير في موضوع حلقتنا ديال اليوم؟ هي واحد المكالمه مهمه يعني بلاتي لا نتسنى لا ماشي دابا الوقت، اختلاف الاراء ولا متابعه الاخرين ما كنمشيوش في المسار الصحيح ياك. حتى الوالدين تيتلفوا تعرفوا شنو غنديروا، فبالتالي شنو الامور اللي خصنا نركزوا عليها؟ الوغ دائما نشوفوا اول حاجه اون فاي الي فريمون نمشيو دو فاسون تري تري سامبل. وهذا اول حاجه تنشوف هذا الوليد هذا واش ياكل ليه مزيان ما تياكلش مزيان ياك. داكوغ. واش النمو ديالو مزيان ولا ماشي مزيان، تياخذ ليه في الوزن تياخذ ليه في الطول، واش الوزن ديالو عادي ولا ماشي عادي. كاينين وليدات اللي تيكونوا ثقال بزاف اي سا ساجيل الحركه ديالهم في الوزن ديالهم ديجا زايدين في الوزن. داكوغ. واش عطيتو داكشي اللي خصو يتعطى، يعني واش عطيت لهاد الوليد هذا لا فيتامين دي ديالو؟ واش تنخرجو تنكسبوزي شويه للشمس باش يستافد من لا فيتامين دي؟ تنقولو ليكسبوزيسيون راه ساهله مالا، يعني غادي تشدي لوغي تتعري لوغي حتى لو كود يعني حتى المرفقات وحتى الركيبات ديالو واحد 15 دقيقه صافي. الله يجعل تقابليه مع ضوء الشمس ماشي ولا بدات تشوط ولا مع ضوء الشمس.
دونك فوالا دونك نشوفوا دائما انا نرجع لديك لا ميتافور ديال داك الوليد اللي بحال ديك النبته نشوفوا بعدا المحيط ديالو دونك ها هو واش ياكل واش يكبر واش رويستي كبر مزيان الطبيب مطمني عليه واخا مزيان تري بيان واش هاد الوليد هذا تياخذ الاحتياجات ديالو الاحتياجات العاطفيه ديالو ياك واش نخليتي تحرك بزاف ولا تنحطو قدام التلفازه ولا تنحطو في داك لو غولاكس واش هاد عليه النهار كاع كامل دونك سا فدير كو واش هاد الوليد هذا يعني تيتطور يعني عاطيه الحدود ديالو بانه ينمي العضلات ديالو بطريقه اللي هي عاديه وكيف ما خصها تكون بالنسبه للطفل تري بيان واش عندي امراض اللي هما تيمشيو وتيرجعوا بزاف اللي هما كيفون كي يمكن لهم يديرونجي يمكن لهم يديكاليو لينا هاد المراحل هادو ديال التطور الوغ تنشوف دونك هادشي كامل مزيان سي تري بيان ابري تنشوف واش هاد الوليد هذا تيحترم لينا المراحل اللي هما فيزيولوجيه ديال 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 النمو ديال النمو ديالو قلنا ونكرروا بانه كاين عندنا دي زانترفال يعني عندنا يعني يعني واحد واحد كومون دير واحد العدد ديال الشهور اللي تيكون فيهم الوليد نورمال انه يدير واحد المرحله ديال النمو ديالو دونك سافي دير كو مثلا وليد كيف ما قالت لينا جوبونس جوبونس كاوتر ملي قالت لينا البنيته ديالها جلسات من 5 شهور ياك فا سي نورمال سي تري بيان وليد اللي تيجلس لينا من 5 شهور تيشد لينا الجلسه اون توكا تيشد لينا الجلسه كاينين وليدات اللي تلاج ديال 6 شهور 7 شهور عاد تيبداو يشدوا لينا الجلسه سا سي سي بيان سما كل باقيين داخلين في الانترفال نورمال ولكن الوليد اللي مازال وصلنا ل 9 شهور و10 شهور مازال شد لينا الجلسه سي با نورمال الحبوب قلنا سي با ماشي ضروري يعني الوقفه تيبدا يوقف وشاد في السداري كاينين وليدات اللي من 9 شهور تيبداوها لينا كاينين وليدات اللي حتى ل 10 شهور 11 شهر عاد تيبداوها لينا سي با سي با ميشون الخطوه كاينين وليدات اللي من 10 شهور qui sont très précoces terminent une autre fois mais généralement la moyenne c'est 12 شهر 13 شهر كاينين وليدات اللي حتى 18 شهر عاد غادي يوقفوا يرميو لينا الخطوه طيب حبيبتي غادي نمشيو وجهتنا ستاندار مع نجم مكالمات شيماء من القنيطره وسي احمد من الصخيرات شيماء السلام عليكم وعليكم السلام اختي صباح الخير حبيبتي تفضلي صباح النور اختي شكرا بزاف وانا فرحانه بزاف من جديه الخط معاك مرحبا شيماء مرحبا حبيبتي سمعك عندي سؤال الدكتوره عندي وليد يلاه عنده 4 شهور ولكن انا كنت دوزت لي فاش كان يلا عنده 20 يوم قالت لي الطبيبه مجموعه بزاف شاد راسو يعني الا بغيتي تعطي شي حاجه فمو كان دايري تيح حدا فمو مشكله باش تحيديهم لي داكو ما عرفتش واش معصب واش ما عرفتش مناش دابا عنده 4 شهور كيف داير الوليد لا لا طلق لي الوليدات ديالو دابا كيطلقهم شويه ولكن الا كان كيبكي ولا صافي كيجمعهم ما كتلقاش كيفاش ديري باش توطي له كاع الفم ولا داكوغ دونك الوليد دابا تيطلق لي ديدات ديالو تي 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 حاولي ديهم جيت فمو شويه كي يوصلهم عند فمو تحطيهم كاع يهبطوا ولكن ما عرفتش مجموع بزاف بحالي معصاب بحالي دونك مي تهزيه كامل تيجيك بحال واحد الكتله كامله مهزوزه كله مجموع حتى لدابا مازال داكوغ الوغ سا سي با نورمال هاد الحاله هادي التشنج هذا بزاف سي با نورمال الوليدات ملي تتزادوا وي تيكون عندنا كما قلنا ارتخاء فيزيولوجي ديال السلسول ونيفو ديال العضلات ديال اليدين وديال الرجلين تيكونوا مجموعين سا سي نورمال مي جينيرالمون ما بين يعني ملي تنوصلوا باردون شهرين ثلاث شهور هي في الوليد تبدا يهز لينا داك الرويز ديالو صافي دير كوا صافي دير بانه الجهد ديال السلسول ديالو تبدا يتقوى وليديدات ديالو تبداو يتطلقوا حتى القضيه ديال ما عرفتش انا واش هذاك الصبع لو بوس يعني بالعربيه داك الصبع الصغير صبع لو بوس واش تيبقى ديما شاد الصبع الكبير تيبقى دائما شاد عليه ولا لا كيشد بعض المرات تيطلق بدا تيطلق دابا مزيان سي تخيل من يديه غاتهز ليه كاع كامل فوالا لا الوغ هو الرويس كيقعدوا شويه الا قلتي ليه اجا ولا كيقعد الراس ويعاود يرجعوا لبلاصتو ولكن مع داك التشنج بزاف ما عرفتش مناش واش عادي لا مدام من الاحسن الا كان يمكن لك تشوف نوروبيدياتر طبيب اخصائي في الجهاز العصبي للطفل باش يشوف حيت كيبكي بزاف هو بعدا عصبي تتحسي به كنحس بهم مقلق اي ني با ان الى ديرونجي جينيرالمون لو ليت ليس كنندم جهه طالع بحال هكا تيكون تري ديرونجي شوفات عليا الحال بشي 10 ايام بحال هكاك كيفاش لالا سمعت عليا الحال فاش ولدت هي الحال الاولاده 10 ايام داكور
ما عرفتش واش هذا هو المشكل واش هادشي علاش قلت لك بانه من الاحسن تشوف اخصائي في الجهاز العصبي للطفل باش يشوف، لانه في 4 شهور نورمالمون الوليد خصو ما صافي خصنا نكونوا شويه بدا يتقلي لنا ليديدات والرجيلات ديالو، تيكون الجهد بيان سور ليديدات والرجيلات ولكن ماشي لدرجه بانه تتهز يعني كامل بحال واحد الكتله نو نورمالمون خصنا نشوفوا واش كاين شي مشكل او لا. لا من الاحسن اللهم الواحد يشوف ويلا كان شي حاجه يدخل مبكرا وعلى انه يبقى يتسنى. مي زعما فزافي غيزون عندك الحق انك تسالي على هذه النقطه هذه. طيب شي الله يطمنك عليه ان شاء الله وخبرينا شنو قال الطبيب. طيب نهاركم مبروك مستمعينا، تحيه كبيره لكم. اكيد غادي نمشيو سريعا سي احمد من الصخيرات ناخذ الاتصال ديالو. سي احمد الو السلام عليكم. السلام عليكم سي احمد تفضل. استاذه سميه الدكتوره ما عندي الاسم ديالها ما دكتور بنيتو مرحبا بك سيدي. مرحبا دكتوره، شكرا جزيلا. كنشكركم بزاف على هذه البرامج اللي كديروا لينا لانهم كيفيدونا بزاف. الوغ انا عندنا جوج تويميين بنيه وليد اللي عندهم تقريبا دابا داو في الشهر 11 اللي كنلاحظوا حنا بون الامور كلها غادي مزيان، ولكن كاين فرق ما بين البنيه اللي هي متقدمه شويه بالنسبه للحبور بالنسبه للمشيان بالنسبه للحركه حركه كثيره كدير شويه الشغب، والاخ ديالها خوها دونك يلاه بدا كي ماشي يلاه بدا كيجلس ولكن هو عنده ديما اروتا بارابور الاخت ديالو. اسكو سي نورمال ولا كاين شي حاجه اللي كي انكيتي؟ دابا الوليد تيجلس ياك اسيدي بدا شي شويه تيحط على يدياتو تيحاول يحبو تتحاول تبالونسا شي شويه؟ لا لا دابا بدينا كنحطو على الكرش ديالو وكيحاول يدير داك الموفمون ديال الفا اي فيان على اساس انه غادي يبدا يحبو، ولكن هو عنده تاخير بالنسبه للاخ ديالو. الوغ جينيرالمون الدراري تيكونوا شي شويه اون ديكالاج مع البنيتات. داكو. مي مادام الوليد داخل في لانترفال ديالو كيف ما قلنا اللي هو نورمال، الوليد تيجلس الحبو قلنا بيتيتر كو يقد ما يحبوش كاع نهائيا تيوقف. داكو. بور لو مومون الامور يعني باينه بانها راه الحمد لله طبيعيه. داكوغ دونك مي المهم اسويفغ يعني عندك الحق سيدي انك تسول هذا السؤال هذا وانك تتبع. الى بقى هذا الوليد هذا يعني ما وقف شيء يعني دزنا 12 شهر و13 شهر وباقي ما وقف شيء، هذيك الساعه من الاحسن الواحد يستشر مع الطبيب ديالو المعالج. مي ايفيكتيفمون تنشوفوا هذه الحاله هذه عند الاطفال البنات مع الوليدات ديال نفس العمر، تتكون البنيه تبارك الله عليهم تيكونوا مجموعين اكثر من الوليدات خصوصا ديال التوأم. التوأم اولا بلاش فريمون يعني تكون غير في العائله راه تيبان لك تقول هذا الوليد هذا مأخر على هذه البنيه هذه. ابخي الدراري يل ريكوبير يل ريكوبير تري بيان، مي طون كو دابا الحمد لله جلس لك في الوقت وشاد الجلسه ودابا ولاتي حط يدي ملي تحطوا على كاتر بات ولا كاين داك لو موفمون ديال لو بالونسمون ستادير كو راه بداتي سي كور داكيزيسيون هاد القضيه هادي. دونك نخليوه يخلي اون موتريسيتي ليبر وخليه يتحرك ويفا سويف كيشجعونه يتحرك بيان سور دو فاسون فهاد التوام تيكونوا تيتعاندوا ما بيناتهم جينيرالمون. شكرا دكتوره. مرحبا سيدي الله يسر. شكرا لك سي احمد الله يحفظهم لك. زوين صراحه التربيه ديال التوام واخا فيها شويه ديال التبرع ولكن معليش. انه تحيه كبيره للمستمعين ديالنا، شكرا لكم على تواصلكم على مشاركتكم معنا، صراحه اسئلتكم مهمه جدا اضافه دائما لبرنامجنا ودائما كنستافدوا مع بعضياتنا ومن تجارب الاخرين، فمعلومات كثيره دكتور بنيتو كنهنيك عليها. شكرا على موضوع حلقتنا ديال اليوم. مرحبا. نكملوا في اهم النقط كنا كنصدوا وقطعنا سي احمد خدينا المكالمه ديالو. حاجات اللي ردوا للبال، حاجات اللي نسارعوا نبادروا بها. فوالا دونك قلنا بانه كنا تنذكروا وصلنا جو بونس كو وصلنا للقضيه ديال لي زانترفال. قلنا مادام الوليد كاين في ديك يعني دوك الشهور اللي نورمالمون سي نورمال انه يكون عنده واحد يعني مكتسب يعني اولا يعني مرحله من المراحل ديال الاكتساب الحسي الحركي، دونك الحمد لله رحنا مزيان ياك. اون فوا تنفوتوا ديك المرحله دائما خصنا نستشروا اهل الاختصاص. اهل الاختصاص في الحاله ديال الاطفال راه الطبيب ديال الاطفال ديالو، هذيك الساعه هو الفا اوريونتي غادي يدير الفحص ديالو غادي يشوف واش عندنا مشكل او نيفو ديال يعني واش خصو يوجه للطبيب ديال العظام واش خصو يوجه غير للترويض واش خصو يتسنى واش خصو يطلب تحاليل اولا خصو يوجه للطبيب ديال الجهاز العصبي للطفل. هذيك الساعه الفا اوريونتي دائما تيكون عندنا حوايج اللي تيرجعوا لينا حنا في يعني نقولوا في يعني في المجتمع ديالنا ديال المقارنه. اما المقارنه باش تنتخلعوا اولا المقارنه باش تنترخاو، اما وحقه ورا خالو ما تمشى ثلاث سنين ورا ما عرف شنو نو. مادام حنا ماشي في المراحل ديال المكتسبات كيفاش فين خصهم يكونوا ما كايناش المقارنه،
او لا المقارنه ديال هذا راه تمشى قبل هذا او لا هذا طونك دائما رجعوا لي طابلو ديال يعني شحال يعني شنو من الحاجه اللي خصها تكون في ان عمر ملي تنكونوا في داك المرحله الحمد لله الامور مزيانه الا كنا يعني كاين ان ديكالاج تنشوفوا الاهل ديال الاختصاص باش يطمنونا تمام شكرا ان شاء الله يا رب اخر مكالم مرحبا اخر اتصال وانا كنقول لك شكرا انك صبرتي معنا صراحه اليوم في استقبال المكالمات نوال من مراكش السلام عليكم نوال السلام عليكم دكتوره مرحبا بك نوال تفضل حبيبتي ما خليك نسول دكتوره عندي واحد البنيه عندها دابا عام قفلت عام فاتت في 5 هي تتحبو وتتوقف فيها هكا مع الطبله ولا نمشي ما جات تمشي عندها عام ياك لا لا قفلت العام دابا فاتت في 5 بدات تمشي لك مع الطبيله وكل شيء ياك بدات ترمي خطوه تتمشى مع الطبله تتحبو وني تتوقف مع الحيط وني نمشي ما جات تمشي مازال عام مازال قلنا نمشي حتى نقدروا نصبروا على الوليد حتى العام ونص ماشي مشكل شكرا دكتور ما يسر العفو امين حبيبتي شكرا لك نوال طيب دكتور بنيتو حبيبتي ما بقيناش كثير ديال الوقت ممكن شي اضافه ممكن شي حويجات اللي ما تكلمناش عليها باش نختموا الملف ديالنا ديال تاخير المشي عند وليداتنا غادي نبغي نقفل ما نهولوش كثير عاوتاني ما نترخاوش بزاف هادشي اللي كاين غادي نبغي نقفل هذا يعني واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف لانه كاينه واحد المرحله فارقه ما بين يعني وليد اللي ما تيمشيش والمشي يعني المشي تيفتح لهذاك الطفل يعني العالم وياك واستقلاليته بيان سور والاباء تيتسناو ديك المرحله ديال المشي بفارغ الصبر قلنا بانه في اغلب الحالات فالحمد لله ما تيكونش عندنا مشاكل اللي هما خايبين بزاف قلنا دائما تنشوفوا هذاك الطفل كواحد المنظومه اللي هي متكامله يعني ما نركزوش على المشي الوغ حنا هملنا الحوايج الاخرين دائما بحال ديك النبيته اللي تنسقيو باش نقدروا نوصلوا لذاك لو ريزولطا ديال النمو الطبيعي ديال الطفل داكوغ ما كنتو واحد ديال المحيط ديالو ايتترا بعض الحوايج بعض المرات حوايج اللي هما تيفي النفسي بزاف ديال الحوايج تنقدروا نستصغروهم الوغ هما تري تري امبورطون في التطور الحسي الحركي ديال الطفل دائما نرجعوا ناكد جو بونس كاو بزاف المرات مي باسكو حيت هي يعني المفتاح ديال المقاربه ديال هذا المشكل هذا ديال دائما نشوفوا المراحل يعني ديال التطور الحسي الحركي مع ديال الطفل وإلا شفنا بانه كاين مشكل نشوفوا اهل الاختصاص لانه كل ما دخلنا مبكرا فاش يكون عندنا شي مشكل كل ما الحمد لله تنقدو نديرو التشخيص يعني بطريقه اللي هي اسرع وتنقدو ندخلو بطريقه اللي هي تتكون بلوز ادابتيف بطريقه صحيح ان شاء الله دائما مصلحه وليداتنا هادو هو هادو هما الحوايج مي في اغلبيه الاحيان باش نطمنوا لي بارون ما تيكونش عندنا مشكل اللي هو الحمد لله كبير اللي هو خايب شكرا جزيلا انك طمنتينا دكتور شكرا انك رافقتينا في هذه الفقره هذه شكرا انك خصصتي من وقتك باش نكملوا حديثنا على تاخير المشي عند الاطفال نتمنى نكونوا اولياء الامور خضوا على اعتبار جميع المعلومات وركزوا فيها كثير وان شاء الله نتمنى نستضيفك اكيد في حلقتنا القادمه ان شاء الله ومرحبا على الاستضافه وشكرا على اختيار الموضوع لانه موضوع مهم جدا